الليل يضحك والنهار إزميرالدا زالت العيد الحب وأنت في ضوء قلبي إزميرالدا حبيبتي هذه القسوة. لا يحق لك أبدا بلانكا أن توبخيني. أنا لا أوبخك رودولفو، كل ما أطلبه منك هو أن يملأ قلبك الحب. هل نسيت شعوري بعد أن علمت أنني مخدوع؟ كذبت علي، جعلتني أعتقد أن هذا الطفل هو ابني. ماذا كنت سأربح رودولفو؟ كنت تطير فرحا بهذا المولود. نسيت ذاك الشعور؟ لم تفك تردد أنه بني ريال وأنه فخرك، وأنا خلت أن ابنتي طواها الموت. لم أشأ أن أخيب أملك، حاول أن تفهمني أرجوك. وكذلك خشيت أن أواجه غضبك. أعترف أنني لم أبح، لكنني لطالما كنت خائفة من ثورات غضبك. ولم أعلم أيضا أن إزميرالدا كانت ابنتنا. ابنتك؟ ابنتنا، حتى لو لم تقر. لما تصدينني إزميرالدا؟ مستحيل، لا أستطيع أن أرحلها معك الآن. لماذا؟ أعطيني سببا. لا تسألني أكثر، أرجوك لا تطلب مني أن أفسر. أنا لا أفهمك، أظنك تخافين من المستقبل معي. ربما خسر أرماندو. ألست واثقة من مشاعرك نحوي؟ من مشاعري بلى. إذا لا تثقين بمشاعري، فهل يعقل هذا؟ أنا أرجوك أتوسل إليك، دعني أرتاح. لقد مررت بأوقات عصيبة جدا، إني قلقة لا أدري ما العمل. يبدو كأنني أعيش في كابوس، وأود أن أستيقظ أو أن أموت. أن أموت. لا تضطربي حبيبتي، سأنتظر كما تريدين. خوسيه أرماندو، أرجوك أمهلني الوقت لأستعيد سكوني. لا أعرف سبب اضطرابك، لا أستطيع أن أفهم. أريد فقط أن تعلمي أن رغم كل شيء أحبك، وسأحترم قرارك أيا كان. أيعقل حبيبي ألا تفوق مشاعرك الأبوية على غضبك؟ مشاعر الأبوية كما تسمينها قد ماتت عندما علمت أن خوسيه أرماندو ليس من صلبي. أعلم أن وراء هذه الواجهة القاسية يخفق قلب محب. هذا يبرهن قلة معرفتك بي. ألا تظن أن إزميرالدا تألمت كفاية، وأن حزنها الكبير بالنهاية سببه أنت؟ أنا؟ أنت تعرف أنني محقة فيما أقوله. أيعقل أن الندم لا يعذبك؟ ألا تتألم أبدا لفكرة أنك أهنتها ونبذتها؟ حبيبي، ذاتك بمنتهى الطيبة وهي بأمس الحاجة لحبك. توقف عن محاربة قلبك وتقرب منها. أطلب سماحها لأنك أذيتها كثيرا. طلبك غير معقول، هذا ما كان ينقصني. ما ينقصك فعلا رودولفو هو التواضع لغير، وأن تطلب من الله سبحانه أن يساعدك على هدم الحاجز بينكما، لأن ما تقوم به محرم. سأعلم السيدة
بلانكا أن الجميع جالسون إلى الطاولة. الجميع لا، عدا جراسيليتا والسيد رودولفو. لا يريد أن يأكل معنا. كريسانتا اسكبي أرجوك. وغرازيلا سوف توفينا بعد قليل. وأنت حبي، لما أنت صامت؟ مساء الخير. مساء الخير. هل صداعك زال جرازيليتا؟ نعم عمتي لقد زال. فاطمة يجب أن تصحبي جرازيليتا إلى طبيب مختص. نوبة الصداع المتكررة ليست طبيعية. نعم نعم عزيزتي، سأفعل هذا ما إن نصل إلى المدينة. طيب أخبرني خوسيه أرماندو، ماذا خططت للحفلة التي يجب إقامتها؟ أي حفلة؟ ماذا تقصد؟ الحفلة لمناسبة زواجك المدني. يجب أن نعلم الجميع بزفافكما. أم أنكما ستبقيانه سرا؟ لا لا بكل تأكيد. على فكرة كنت سأقترح على صغيرة بلانكا أن نحضر لكما غرفة. طبعا إزميرالدا إن كنت موافقة. لكن بحق الله كريسانتا، تبدين لي متحررة جدا. كيف تخلين أن إزميرالدا تقبل بمشاترة خوسيه أرماندو ذات الغرفة ولم يتزوجا كنائسيا؟ لأنني أظنك تودين الوصول إلى ليلة عرسك كما أنت، أي شابة محترمة. صحيح عمتي؟ أعذر سيدتي. خوسيه أرماندو أرجوك لا تقل لي هذه السخافات. عمتك وسأبقى دائما عمتك أيا كان والداك. في الواقع لقد كان رودولفو يقول لي إنه ما زال يعتبرك ابنه الشرعي، لكن طبعا هو يعتبر أيضا إسميرالدا ابنته. ماذا يحسب السيد بانياريال؟ أنه يخدم إسميرالدا؟ لا، عاشت حياتها من دون هذا، وهذا حقها الشرعي. يجب أن يعتبر نفسه متينا لها. علاوة على ذلك يجب على ضميره أن يؤنبه. ما رأيكم لو نغير الموضوع ونتكلم عن تحضيرات زفافكما الكنسي؟ ابنتي أين تودين أن تتزوجي؟ هنا؟ في البلدة أم في المدينة؟ المعذرة سيدتي إني متوعكة. سأرافقك. لا 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 دعني أرافقها. أرجوك تعالي معي. ألن تتناولي الغداء؟ أعود حالا خسنتا. سيدتي هل أخذ لدون رودولفو غداء؟ لا خسنتا، إذا رفض الغداء سيتناول العشاء. هيا. مرحبا ميليزيو. أهلا فرمان. بخير أدريان، يسرني أن أراك هنا أيها الشاب. نعم، عندما تفشل الأمور لنفهم من العناد. مكاني هو هنا، حاولت الصعود ولكن لم أعرف الطريق. أدريان هي لك من أحمق، كيف أردت أن تصعد إلى السماء؟ تريد إسميرالدا؟ نعم 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 نعم، أود أن أرى أميرتي. اشتقت إليها كثيرا وتود عيناي أن ترياها، لأنني اشتقت إليها كثيرا، اشتقت إليها كثيرا كثيرا كثيرا. ادخلي. لا لا أدريان، الأفضل أن نعلمها، ننتظرها. حسنا. ملك ابنتي أراك متوعكة وتقلقينني. لا تقلقي سيدتي أنا بخير. سيدة بلانكا لإزميرالدا زائران. من هما أدريان؟ إنه هذا أنا أميرتي الأحمق ميليزي. أميرتي أميرتي الجميلة. أحضرت هدية لأميرتي. هدية ميليزيو. حيا سيدة بلانكا. حسنا حسنا نعم. مرحبا سيدتي. أوه كم أنت جميلة حلوة، حتى أنك تشبهين كثيرا أميرة إزميرالدا. شكرا على المديح ميليزيو. خذي أميرتي، أحضرت لك قرص عسل لتأكل العسل. انظري إنه حلو الطعم ورائحته زكية. شمي أميرتي شمي شمي. بنيتي بنيتي من الأمر.
حصل؟ نعم 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 أميرتي تحب العسل وتأخذه من قرص العسل بإصبعها، إنه حلو الطعم أميرتي، خذي تذوقي. لا 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 مليسيو، لا ليس الآن شكرا. أشعر أن معدتي مضطربة. أدريان أرجوك نادي على ابني خوسي أرماندو. يجب أن تعاين زوجتك خوسي أرماندو، من الواضح أنها تبدو متوعكة. أم أنها كانت دائما مريضة دومينغا؟ أبدا، يتمتع الذين يترعرعون في الريف بصحة ممتازة. دكتور، إزميرالدا متوعكة. يا إلهي، أين هي؟ في الرواق. ماذا قلت دومينغا؟ إن أهل الريف كيف؟ أدريان لم ينظر حتى إلي. يا للفظاعة، مع أي مستوى نرتبط بصلة قرابة؟ حبيبتي ماذا؟ ماذا جرى لك؟ لا أدري دومينغا، أصبت بدوار قوي لكنني بخير الآن. أتسيرين؟ نعم. علمها لابنتي، إنها تتسبب عرقا وشحبة اللون. كريسانتا أرجوك خذي حقيبتي إلى غرفة إزميرالدا. على ما ما ينقص أن تكون إزميرالدا امرأة ضعيفة جدا ومريضة. لا أظن ذلك ماما، تبدو بصحة جيدة. سأحضر لكما فطائر باللحم سخنة جدا. نعم أعطتني هذا الانطباع في البداية، لكنها تبدو مؤخرا بليدة الحركة ومريضة. إلا إذا... ماذا ماما؟ ما جديدك الآن؟ قد يتضح أن الشابة الفتية أكثر ذكاء مما خلناها، وهي الآن حامل. حاولي أن ترتاحي. لندعها تنام قليلا. تعرضت لهبوط في الضغط لكنها تحسنت. يا لعجب، إزميرالدا قوية البنية. قد يكون التشنج الذي عاشته في الأيام الأخيرة. نعم صحيح، تغير مسار حياتها فجأة. لتسترح طيلة العصر وتستجمع قواها. إنها في غرفتها، الدكتور والسيدة بلانكا معها. إذا من الأفضل أن أزورها في الصباح. الآن أصبحت تعلم أن خوسي أرماندو ليس ابني، رغم ذلك سأعتبره دائما ابنا لي. وإزميرالدا؟ بالنسبة إلي إنها غريبة، لكنها من دمك سيدي، ومع الوقت ستحبها كما تحب الشاب. ألديك طلب أدريان؟ ناتشو في الخارج يريد دكتور. ناتشو؟ مهلا، سأكلمه. تعال ديونيسيو. نعم. ناتشو. سيدي كيف الحال؟ بخير. ماذا تفعل هنا؟ الواقع وددت أن أرى إن كنت ستعيد استخدامي. أحتاج للعمل وأرفض الذهاب إلى مطلق مكان. هنا ولدت وهنا أود أن أموت. حسنا ناتشو، تعال غدا وضع نفسك بإمرة ديونيزيو. بما أنني هنا أضع نفسي بخدمتك منذ الآن. أشعر أنك تتفاداني بني. لا، لما تقولين هذا؟ لأنك تود الرحيل بني. هذا المنزل ما زال منزلك، وحبي لك لم يتغير. وحبي لك أم ماما تابع منادات أمي. لكن الآن، الآن كما في الماضي أعتبرك ابني خوسي أرماندو. علمت أنك لست ابني حقا، رغم ذلك لم أدعك تعرف الحقيقة، لأنني لم أبادلك قط باللامبالاة أو بالفتور.
بحنان، واعتنيت بك، وأظنني نسيت في النهاية تماما أنك لم تولد حقيقة من أحشائي. فالولد ليس فقط الذي نحمله فينا، بل هو الذي يترعرع في ظل من الحنان والعواطف، ونعطيه في كل الأوقات الرعاية والحب، وأيضا الدعم الروحي، مثلما أنا الآن هنا أدعمك وأريد أن أساعدك، وأنا لا أزال دوما بالنسبة إليك والدتك. أمي، أنت ابني وحبيب روحي. أنت كريسانتا، وأخيراً. سيدي، كنت تختبئين مني صحيح؟ خلت أنك لن تضطري أبداً أن تبرري لي ما فعلتي. سيدي، أرجوك أن تسامحني. يسهل عليك قول هذا، انظر إلى المأساة التي أحدثها كذبك. كان علي أن أطردك لأنك تجرأت على خداعي. فعلت هذا بنية طيبة، أنت تعرف ذلك. كم كنت ترغب أن تحصل على ابن، والآن لا ابن لدي. الآن بعد أن ربيته ومنحته شهرتي، بعد أن أذعت على مسامع الجميع أنه وريثي، أرى نفسي مرغما على النكران. كل هذا بسببك. رودولفو، إن سيدة بلانكا. لا تلقي اللوم على الغير وتحملي مسؤوليتك، أنت المذنبة الوحيدة. أنذرك كريسانتا، توخي الحذر. إزميرالدا مريضة. تعاني من مشكلة؟ هبط ضغطها لكنها في تحسن. حسنا، هلا تكلمنا؟ تفضل. آمل أنك درست جيدا فكرة رحيلك عن هذا المنزل. لا، لم أتخلى عن الفكرة. أدريانو سيرو قدم لي بيته. اسمع خوسيه أرماندو، دعك من السخافات وكن عاقلا. كما ترى لقد تغير موقفي كليا، وأنا مستعد للموافقة. الآن بعد أن حاولت أذية إزميرالدا قدر ما تستطيع، ألا يكفي أنك قد رميتها بين يدي لوسيو مالافير، وأنت تعلم أنه... كفى كفى، انتهى الأمر، لم يكن له عواقب، انسى. هذا ليس سهلا أبي. رأيت، نسيت والدك. قلتها بلا وعي مني. لا تكن وقحا خوسيه أرماندو، تعرف جيدا أنني أريد أن يبقى الوضع على حاله. أنت تتجاهل إزميرالدا. آمل أن تتحلى بمنطق كاف وتقبل بكل ما نقرر. أنت كزوجها وأنا كوالدها. حتى تفرض عليها مشيئتك. لست من سبب الوضع الحالي. يحزنني جدا أنك تنكرها كابنة، إنك تخجل بها. إذا قبلت
سأقبل بها في كنف عائلتنا ليس كابنة لي بل كزوجتك. فكر، ستعود المياه إلى مجاريها وكلاكما ستسعدان. ماذا أصابك دكتور؟ ما على شيء، بعض الألم. يا إلهي، ينتابني أحيانا ثم يختفي بسرعة. وما سبب هذا الألم؟ أنا أدري، لأنني لا أراها وليست إلى جانبي. علمت شيئا؟ عمه، هل رحلا؟ لا أظن. أين هما؟ على الأرجح في كاسا جراندي. معا؟ على ما أظن. سأبحث عن ميليزيو، بالتأكيد يعرف شيئا ما. هل يمكن أن لا تأتي على ذكر ما جرى بيننا؟ لم يحدث أي شيء، هذا كلام كاذب. هل استرحتي؟ أنت هنا؟ نعم، أحرس نومك. وخوسيه أرماندو؟ إنه في الخارج يدرس وينتظر أن تستيقظ ليطمئن عليك. خوسيه أرماندو، إنه يحبك كثيرا. لن يحبني بعد الآن. لما هذا القول؟ هل وقع خلاف بينكما؟ لا،